ارتئينا أن نبدأ عامنا الدراسي الجديد لهذا الموسم من هذه المدينة، من تحت الركام ومن تحت الأنقاض. هل ستنهض العنقاء من جديد؟ هل ستتحدى كل هذا الدمار؟ لنبحث ونشاهد ونرى وننطلق في عام دراسي جديد. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ شلونك؟ قل لي، مدرسة شمعون الصفا. شمعون الصفا من هون، ذيك العوجة على اليمين. العوجة على اليمين. العوجة على اليمين. شكرا. شكرا جزيلا. في هذا الحي القديم، حي مياسة أو خزرج، ربما نشم عبق التاريخ والحضارة. نبحث عن مدرسة شمعون صفا. قيل لنا في السؤال إنها في العوجة باللهجة الموصلية، أي الدربونة. نتجه إلى شمعون الصفا. مدرسة شمعون الصفا في الجانب الأيمن من محافظة نينوى، كما ذكرنا في حي مياسة أو الخزرج. أسست في العام 1855 وكانت داراً للرهبان للتعلم. منحت بعد ذلك لوزارة التربية في العام 1929 لتكون من أقدم مدارس محافظة نينوى في جانبها الأيمن. على بركة الله ندخل لينطلق عامنا الدراسي الجديد. أسست مدرسة شمعون الصفا سنة 1855 للميلاد، وهي من مدارس التعليم الأهلي الذي يعد أقدم تأسيساً من التعليم الحكومي في العراق آنذاك، وتخرج منها كبار الشخصيات الذين مثلوا العراق بشكل عام والموصلة بشكل خاص. مدرسة شمعون الصفا المختاطة تعتبر هذه المدرسة من مدارس عريقة في محافظة نينوى. تأسست هذه المدرسة سنة 1855، تخرج منها عدة أجيال قادوا البلد ومن القامات الموصلية العريقة في محافظة نينوى. استمر التعليم في هذه المدرسة إلى يومنا هذا، حيث أصبح لها قرن ونصف في التعليم هذه المدرسة. وهذه المدرسة تقع في محافظة نينوى، مدينة الموصل، منطقة الساعة، خزرج. هذا الكتاب مفهوم؟ انت فين مطاف؟